احنا في اليوم الثاني من مهرجان تيم اختي، هو مهرجان موجه للشباب كيتنظم في عماله صخيره تماره وبالاخص في الهرهوره اللي احتضنت هذا المهرجان. هذا المهرجان عنده برمجه خاصه ومتنوعه، فيها مجموعه ديال الورشات اللي غيستافدوا منها الابناء ديال المنطقه، وكذلك فيها دوزيفيمون فار اللي هو لا باراد لو كارنفال اللي غادي يكون في شارع ديال الهرهوره الساحليه، وكذلك سهره الكبرى اللي غادي ينشطها المع نجوم الفن منهم معيز الحور دراغانوف سبعتون وكوزان اللي هو ولد تماره. دونك حنا بغينا نعطيو اوماج لهاد المنطقه هذه كامله من هنا ومن هذا المنبر. هذا كنشكر رئيسه مجلس عماله صخيره تماره عتيمه الزاهدي اللي حلت لنا بصراحه الابواب باش اننا ننظموا هاد النسخه هذه، رئيس جماعه الهرهوره سي محمد الخريف، وكذلك السيد العامل يوسف الدريس اللي بصراحه رحب بالفكره حتى هو. وكان هذا المهرجان هذا اللي النسخة الأولى هذه، وكان ندعي المتتبعين والجمهور أنهم يجيوا يحضروا في الكارنفال اللي غادي تكون سابقة في الهرهورة والسهرة الفنية إن شاء الله. والأهداف ديال هذا المهرجان اللي هي هدف أولا توعوي، ثاني حاجة هدف تنشيطي ثقافي، حيت كيف ما كنعرفوا أن هذه المنطقة هذه ما عندهاش مهرجان موجه للشباب، وهذا هو مهرجان موجه للشباب. وهنا كنبغي نشكر حتى سمح لي مديريه ديال الجهويه ديال وزاره الثقافه في شخص سي عز الدين كارا اللي حتى هو ساهم معنا في تنظيم هذا المهرجان هذا. الورشات اللي حضرت ليهم مع المؤسسه ديال ام ار تي هي مؤسسه، هي ورشات اللي في المستوى، هي ورشه ديال الغوسيكلاج ديال الايقاع وديال اعاده التدوير. هاد الورشات تيكونوا عندي انا في دار الشباب، دابا دار الشباب مسدوده، ملي عيطوا لي الاخوان مشكورين قالوا لي تحضري معنا، جيت الوليدات ديالي وجيت، لان الحمد لله باقي الشباب دابا اللي طالع كيفكر في هاد الورشات هذه. حيدنا من التليفون، حيدنا من داك الشيء، ولا الشباب ديالنا والوليدات ديالنا الصغارين وهما جالسين تيلعبوا، اللهم يعلموهم شي حاجه اللي يستافدوا منها. هاد الورشات ديال اعاده التدوير وديال الغوسيكلاج وديال الايقاع، انا الايقاع عندي في دار الشباب والغوسيكلاج عندي في دار الشباب. دابا ملي لقيتهم هنايا في البحر بجد هاد الوليدات جبتهم باش يحيوا داك الشيء اللي هما نساو ديال هاد المده من قبل كورونا، ما قبل كورونا. الحمد لله داك الشيء زوين، الوليدات فرحانين، وشكرا للمؤسسه على هاد التفاته، وانا معاهم ان شاء الله هاد 5 ايام نهار على نهار تنكملوا هاد الورشات ان شاء الله. اولا كنبغي نشكر جريده الشارع نيوز والاخ عزيز اللي دائما كيقوموا بتغطيه لجميع التظاهرات اللي كيقوموا بها الشباب مدينه تمره، وكذلك كنبغي نشكر الشباب اللي جابوا هذه المبادره ديال هذا المهرجان، النسخه ديالو الاولى اللي غتكون بمدينه تماره بالضبط في الاسبلاناد الهروره. صراحه كنحيوهم على هذه المبادره اللي كانت متنوعه، يعني بدايه من يوم الاثنين اللي عرفت واحد العدد من الورشات اللي كيعلموا الاطفال يعني ان اي حاجه ما يمكنش ترمى، لا من الروسيكلاج ديال البلاستيك، لا من الروسيكلاج ديال دي بيركسيون، وكذلك يعني كاين انشطه موازيه لهذا المهرجان هذا، واللي من بينها غيكون الحفل الختامي يوم الاحد اللي غادي يحتضنوا شباب اللي حتى هما غادي يعطيونا الفن ديال الراب، وفي نفس الوقت غير كما كنقولوا حنا المغرب عرف واحد الركود هذه سنتين يعني في اطار كوفيد. بغينا نعيشوا هذه الاجواء اللي توحشناهم بزاف، فكنبغي نشكرهم بزاف على هذه المبادره هذه، وكنتمنى لهم ان هذه النسخه هذه تنجح، وكنتمنى من السلطات المحليه هما تعاونوا معاهم ويزيدوا يتعاونوا معاهم بزاف، لان بغينا اولاد المنطقه هما اللي ينظموا عندنا هذه المهرجانات، فلما لا وشكرا. السهره الختاميه غتكون يوم الاحد 21 غشت 2022 اللي هي غادي تزامن مع ذكرى عيد الشباب، غادي تكون في ساحه الهرهوره في الكازينو. دونك كنوجهوا النداء للشباب انهم يحضروا، حيت غادي تكون سهره جميله وسابقه، حيت غادي يكون فيها 5 ديال لي زارتيست اللي تيت دافيش، اللي يعني كل الناس كيتغناو بالاغاني ديالهم.